مساء الخير واهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. هكون انا مع حضراتكم جرمين شلبي. من اهم الموضوعات اللي بتشغل بال كل المصريين هو سنه رابعه. ليه سنه رابعه ابتدائي تحديدا من بين كل المراحل التعليميه؟ في ضجه كبيره حواليها وفي حاله من القلق. كل يوم والتاني بنسمع شكاوى كتير من اولياء الامور، هل لانها اول سنه فيها نجاح ورسوب، بالتالي في حاله خوف وقلق من كتير من الطلاب واولياء الامور، ولا كمان الموضوع يمكن مرتبط بالمناهج وصعوبتها، خاصة وإن الكلام عن صعوبة مناهج سنة رابعة ابتدائي كان كتير جدا، أو كمان فكرة الامتحانات الشهرية والقلق منها. هنحاول خلال تغطيتنا مع حضراتكم إننا نجاوب عن كل الأسئلة اللي بتدور في أذهانكم. كمان إيه كانت ردود وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي عليها. مبدئيا كده خليني اقول لحضراتكم ان احنا عندنا حوالي 2,600,000 طالب في مرحله الصف الرابع الابتدائي، وده عدد طبعا مش قليل. غالبيه الشكاوى والتعليقات اللي بتجيلنا من اولياء الامور عن رابع ابتدائي هي اولا ان الاولاد عندهم 13 ماده، وده برضو عدد مش قليل خالص، غير عدد المواد كمان المناهج نفسها شايفين انها صعبه، صعبه على الاولاد بالذات مادة العلوم والدراسات الاجتماعية. طبعا موضوع تأخر الكتب كان عامل أزمة كبيرة جدا، لكن وفق تصريحات الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية إن جميع كتب الصف الرابع الابتدائي وصلت للمدارس من حوالي ساعات، ما عدا كتابي العلوم والرياضيات تأخر تسليمها. وقالت انه تم تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغه العربيه، وايضا تم الانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغه الانجليزيه، وتم تسليم 49% من كتب العلوم. واكدت ان تاخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي ده بيرجع للاعداد الكبيره للطلاب بهذه المرحله، واللي زي ما قلنا مع حضراتكم ان عددهم 2,600,000 طالب. طيب بمناسبة المناهج، من ساعة ما انتشرت صورة على الفيسبوك لصفحات من كتاب مادة العلوم، ابتدت تحصل مقارنات بين منهج علوم سنة رابعة ومنهج علوم ثانوية عامة. علق دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وقال بالنسبة للانتقادات الموجهة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، وكتب وقال على صفحته: بتستمر موجات التشكيك والهجوم على مناهج مصر الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملائمة للمرحلة العمرية، ويتم تداول الصورة المرفقة والتعليق عليها كالآتي: الكتاب اللي فوق أحياء تانية ثانوي، والكتاب اللي تحت علوم رابعة ابتدائي، وكل الدعاوي الخالصة لسنة رابعة السنة دي. ده كان رد وزير التربية والتعليم. وأضاف أيضا الوزير: أقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة ابتدائي وكتاب الثانوي، والتحقق من أن هذه الصور هي فعلا لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير بنحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا. وتابع أيضا: الحقيقة أن هذه الصور المرفقة ليست من كتب الوزارة. يعني هنا الوزير بينفي تماما الصفحة المنتشرة على الفيسبوك لكتاب العلوم، وبيتقال أنها لسنة رابعة ابتدائي، وقال أنها مشابهة، وبيتقال أنها عفوا مشابهة للي بياخدوا في الثانوية العامة. بالرغم من نفي الوزير، لكن برضو بتوصل لنا التعليقات من أولياء الأمور اللي عندهم أولاد في سنة رابعة ابتدائي، وبيأكدوا على صعوبة المناهج وعلى إنها طويلة. يعني من ضمن اللي بيقولوه مثلا إن الدرس الواحد بيكون طويل وفي معلومات كتيرة جدا بيصعب على الأولاد استيعابها، وأحيانا بيصعب على أولياء الأمور استيعابها. خلونا طيب ننتقل لنقطة تانية مهمة كانت أيضا محل تعليقات، وهي الامتحانات الشهرية. لأن في الأول كان مقرر أنه هيتم اختبارات شهرية تقييمية للطلاب، لكن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن دمج امتحان شهر أكتوبر وشهر نوفمبر معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر. الوزير قال أن الامتحانات مجرد تقييم مستوى في النظام الجديد، وأنه ما فيش داعي لأي توتر منها، لأن النظام بيستهدف التعلم وليس الامتحانات. وأكد أنه ليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة، وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي. طبعا هذا السبب في دمج امتحاني الشهر الأول والثاني ليكون في أول ديسمبر بسبب موضوع تأخر الكتب زي ما قلت مع حضراتكم في بداية تغطيتنا.
طيب ايه تفاصيل الاختبارات؟ وفق ما قالت الوزارة، قالت ان الامتحان بيستغرق تطبيق كل من الاختبارين الاول والثاني زمن الحصة العادية، ده بيكون تحت ملاحظة معلم الحصة. على أن يختار المعلم الاختبارات المعدة مسبقا من المنصة المخصصة لذلك، ولن يضع المعلم الأسئلة، وأنه هيكون في المقرر الدراسي اللي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويعقد على مستوى المدرسة. والموضوع طبعا بيطبق على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات. سنة رابعة ابتدائي كلنا عارفين انها اول سنة بيكون فيها نجاح ورسوب، وهي اول سنة في نظام التعليم الجديد، ويمكن ده يعني من اهم الاسباب اللي خلق حالة من القلق وحالة من التوتر. هل هيكون في دور تاني لسنة رابعة لا قدر الله لو الطالب رسب في مادة او اكثر؟ ايوه، هيكون في دور تاني. في الاول كان متاح الدور التاني لثلاث مواد، لكن طبعا لو في زيادة عن كده الطالب هيعيد السنة. وكمان خليني أقول لكم أنه الموضوع اتعدل برضو، أصبح متاح الدور الثاني لأربع مواد. الطالب هيدخل امتحان الصف الرابع لمرة واحدة، وإذا لم يحصل على نسبة 50% هيدخل الدور الثاني في أربع مواد زي ما قلت مع حضراتكم. لكن إذا لم ينجح، لم يسمح له يعني بأنه يجتاز هذه المواد، وأنه هيعيد السنة الدراسية. في النهاية الحقيقة لازم نبسط الأمور على أولادنا، ويعني مش لازم نعيشهم في حالة من القلق والتوتر، ونتعامل مع سنة رابعة زيها زي أي سنة. لأن حتى يعني إن كانت المناهج يعني ممكن تكون بالفعل تقيلة وممكن تكون صعبة، ده هيزود إحساسهم بالقلق وهيزود إحساسهم بالصعوبة والتوتر لدى الطلاب. طبعا كلنا عارفين أن سنة رابعة ابتدائي هم أول سنة هيتطبق عليهم نظام التعليم الجديد، وكمان كلنا عارفين أنهم اتعرضوا يعني خلينا نقول لظلم بسبب أزمة كورونا. بظل أزمة كورونا ده أثر عليهم وكان ليه تأثير سلبي عليهم في أنه بيأثر على المرحلة في سنة تانية وسنة تالتة ابتدائي، ده بالإضافة إلى النظام الجديد. ودايما بتكون سنة رابعة بيكون في حالة من القلق، لأنه بيكون في مواد جديدة في سنة رابعة، وهي مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية. لكن في النهاية كل اللي نقدر نقوله أنه إحنا نحاول نخفف على أولادنا، وطبعا بنتمنى كل النجاح وكل التوفيق لأبنائنا الطلاب وكل الطلبة في الصف الرابع الابتدائي. كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم من داخل تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.